بون كاين واحد السؤال ثاني بخصوص الانتداب نسولو لك تذكرت واحد النقطه دابا من النقط اللي تحسب لك انك تجيد اختيار اللاعب الانتداب هادشي اللي كنسول ولكن في الكوكب رضوان ما توفقش يعني بغيت نشوف ياسر الغرير محمد عبد الله الزهراوي سيدنا جلال الهاشمي فكانوا اختيار ماشي هما واش هاد الهاجس ما كاينش دابا في اختيار اللاعب اللي غادي ينتدب واش ما خايفش؟ لا ما خايفش علاش عندي الوقت لان اول شيء بالنسبه لهاد اللاعب ولا سيما محمد عبد الله غير ما توفقش عندنا اما هو كان كيفاش كان في اتحاد جواد صعد معاهم ودابا لعب فاش مشى لعب مع الاتحاد الاسلامي 14 مره كلش شي ثلاثه وجاب ضربات جزاء ما توفقش مراكش فهمتي ما توفقش بالنسبه للغريب انا كان يمكن نحتفظ به ولكن كانوا لاعبين ولاد فريق افضل منه من كانوا افضل منه في الدرجه انه قلت لي انا اللي جبتك ولكن داكشي اللي كنتي عطيتيني السؤال ما عطيتينيش هنا انا ما عجبتينيش وانا اللي جبتك وانا اللي غنمشي هو ما دا والو خدا داكشي اللي لعب اما الزراوي انا اولا لعبت ضد في السوالم ودا كاس العرش داك العام اللي في كاس كان تالق يمكن لعابه تباع وما تباعش يمكن اثر عليه انا اللعاب جا السينما مع 12 كليب خاطر في الاخر الناس كاع كيشكروه قلنا يمكن يكون اضافه يقدر يكون اضافه ولكن ما عطاش اضافه انا بعض الاحيان كيكون داك الاختيار ما كيكونش ديالي 100% كما قلتي وتنسول الناس كنقدر ما كنتوفقش فيه ومن نوم الزراني ما توفقش فيه حقيقه ما توفقش فيه ومحمد الله كان مزيان لانه خير دليل كون عطينا وقت كما عطاو الاتحاد الاسلامي الجديد الغريب اللي ما درش مستوى صافي هو خصك تعرف انت ملي كتمشي السوق متاخر اش غادي تصور تما بحال دابا انت ملي كتقول مثلا راك شي داعي عيد الاضحى الا مشيتي متاخر شكون اللي كيرجع؟ كيرجع اللي ما مليحش بحال اللعابه فهمتي اللي ما مليحش راه ما غايبقى يتسنى حيت ما تقولش لي انت لعاب مزيان وكيتسنى راه ما كايناش الامثله راه كيطالبوا به وما حدش من المناجير ما حدش اي واحد راه تلقى الفرق يتصلوا به وكلا لاعبين يتصلوا به راه ما يخليوش حاجه مزيانه راه كاري ديال ما تبقاش انت جيتي واحد تقريبا تيبان لك جيتي في لو 5 كتلعب لقيتي الناس سيناو ليهم واللي راه حنا شحال من عام سيناو ليهم ما عطاوناش كاين اللي ما ساعدنا بوالو حقيقه ما ساعدناش ولكن اللي عطى الله دار الكونترا ديالو وهادشي اللي عطى الله لان كما قلتي ملي كتكون زرو وخصك تخدي الغرض ولكن حنا كنقولوا في الاخر الحمد لله والشكر لله لان تصور انت كون جيتي ديك التركيبه وما نجحتيش بها ما حققتيش نتائج خصك الكره حنا باقيين دابا كنهضروا على الناسون هاد العام دابا الكره كنهضروا على الناسون دابا هادشي كله توفقتي يعني خصك تحمد الله وتشكره وتقول الحمد لله نفعتنا واحد شويه التجربه ديال اللعاب والمدرب فهمتي هادشي اللي هو انا سعدت واحد 5 مرات عارف هادي كنعرف الاسلوب ديال الهواه وانا لعيب وشويه الحكام غوتوا عليهم شويه وهادي فهمتي اللي خلاتنا باش نجحنا وصافي الحمد لله ما راه كان يعني الزربه صعيب تربح وصعيب تحقق المنتخب